تمكنت عمليات الإنقاذ من إنقاذ عشرات الدلافين بإعادتها إلى المياه العميقة في البحر الأحمر، فيما نفق منها 7 دلافين على شاطئ أملج. كان ذلك أثر الرياح الشديدة واضطراب الأحوال الجوية، مما دفع بالمتطوعين من أبناء المنطقة والجهات المختصة للمشاركة في عملية إنقاذ واسعة. شارك في عمليات الإنقاذ عناصر من قوات حرس الحدود ووزارة البيئة وبلدية أملج والدفاع المدني وعدد من المتطوعين والجهات الأخرى. تحدث أكثر عن عملية الإنقاذ مع المواطن المتطوع في عملية إنقاذ الدلافين في مركز الشبعان في محافظة أملج التابع لمنطقة تبوك عيد الجهني. أهلا بك عيد، مساء الخير. خلني أسألك في البداية عيد، متى بدأت هذه العملية وكيف كانت مشاركتك أنت في العملية؟ عيد مساء الخير، إن كنت تسمعني. عيد الجهني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النور والسرور، حياك الله طال عمرك. حياك الله عيد. كنت سألتك عن يعني متى بدأت عملية الإنقاذ، أو متى وصلتكم الخبر عن يعني المشكلة اللي وقعوا فيها الدلافين بوجودهم على الشواطئ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أرحب بأخي الكريم والسادة المشاهدين. بالنسبة لهذا يوم الأربعاء، نعم، الصباح كعادتهم الشباب قرية الشبعان يروحوا البحر على الشاطئ. وبالنسبة لجنوح مجموعة من الدلافين في رأس الشبعان، كان ذلك هو سبب الرياح الشديدة. جميل. يعني عيد كان الشباب رايحين يوم الأربعاء الصباح للشاطئ للتنزه، يعني كانت عادة لهم كعادتهم. اي، وتفاجئوا بوجود الدلافين على الشاطئ في الصباح الباكر الساعة 7. وفي ذلك اليوم لوحظ عدد الشباب القليل وجود مجموعة من الدلافين على الساحل، ومعرفتنا ونحن أهل البحر أن الدلافين إذا وصلت الساحل في هذا الأجواء لا تستطيع العودة إلى العمق الذي تعيش فيه، فسارع الشباب بإنقاذها ومساعدتها للعودة إلى عمق البحر. جميل. وهو الأمر الذي يتطلب منهم حملها والسير بها مسافة لرجاعها إلى منطقة العمق، أجهدهم وتعبهم كثير. جميل. فسارعوا إلى إبلاغ حرس الحدود الذي تواجد في موقع الحدث وأدى واجبه، وكذلك تم إبلاغ الجهات المعنية بالمحافظة. جميل. وبتوجيهات من سعادة محافظ أملج الأستاذ نايف المراخي، توجهت جميع الفرق المنقذة إلى الموقع. نعم عيد، كانت الأعداد كبيرة للدلافين اللي يعني موجودة. نعم، على الشاطئ 40، عددهم 40. وشباب على طول في البداية كان نفوق 3 منها، بعد ازداد إلى العدد 7. وكان يعني التواصل مع الجهات المعنية مباشرة من قبل الشباب عيد، وكيف كان تجاوب الجهات المعنية معهم؟ استجابوا بتوجيهات من المحافظ بسرعة في أسرع وقت، جو ما قصروا، وساعدت المحافظ حضر إلى الموقع ميدانيا، وجميع الجهات من وزارة البيئة والبلدية والدفاع المدني وحرس الحدود. جميل جميل. حنا نوجه لك الشكر عيد، وكل المواطنين تطوعوا في العمل وهو إنقاذ الدلافين، وهو أمر غير مستغرب من شباب وشابات هذا الوطن. عيد الجهني، المواطن المتطوع في عملية إنقاذ الدلافين في مركز الشبعان في محافظة أملج، شكرا لك.